تلاميذنا الشطار في كل مكان في مصر، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ومتميزه من حلقات برنامجكم مدرسه على الهوا على قناتكم المفضله مصر التعليميه. في البدايه يسعدني ويشرفني يكون معايا النهارده الاستاذه فوزيه ابراهيم، استاذه الدراسات الاجتماعيه. اهلا بيك استاذه فوزيه. اهلا وسهلا يا استاذ سميح، واهلا بكل اولادنا داخل مصر وخارج مصر. وطبعا النهارده درسنا مهم جدا، وهو طبعا بعنوان الموارد والانشطه الاقتصاديه في البيئه الصحراويه. ولكن الحلقه اللي فاتت كان في جزء صغير جدا احنا ما اتكلمناش عنه، هفكركم بسرعه. كنا بنتكلم عن السكان، عرفنا العادات والتقاليد بتاعتهم، عرفنا العادات الايجابيه، عرفنا العادات السلبيه، كمان اتكلمنا عن التعليم والعادات والخصائص التعليميه، وعرفنا حاجه مهمه قوي ان هناك في البيئه الصحراويه بتقل ولا بتزيد الأمية؟ بتزيد الأمية طبعا هناك وبترتفع، ولكن بجهود الدولة بدأت هذه النسبة تقل دلوقتي، وبدأت تظهر الجامعات وطبعا المدارس الجميلة اللي موجودة هناك. طيب هنتكلم دلوقتي وبسرعة عن الأنشطة الاقتصادية ونشوف الخصائص الاقتصادية اللي موجودة مع الأستاذة فوزية. أهلا بك أستاذة فوزية. أهلا وسهلا. طيب أستاذة فوزية بقى قولنا الخصائص الاقتصادية اللي موجودة في البيئة الصحراوية. تمام، زي ما حضرتك ربطت دلوقتي إن إحنا في الدرس اللي بعد كده هنتكلم عن الأنشطة الاقتصادية، فعلشان كده نقدر نربط الأول نتكلم عن الخصائص. الخصائص الاقتصادية يعني إيه؟ يعني السكان اللي هناك إيه أهم الأنشطة اللي بيمارسوها ومستوى المعيشة إزاي؟ بيعمل معظم سكان البيئة الصحراوية بحرفتين أساسيتين اللي هي الرعي والزراعة. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الدرس التاني هيبقى عندنا أنشطة أخرى زي التعدين والسياحة على سبيل المثال، لكن أهم حرفتين أساسيتين هي الرعي وبعدين الإيه؟ الزراعة. كمان من الخصائص الاقتصادية هو انخفاض مستوى معيشة السكان. طيب احنا عايزين نعرف ليه بتنخفض مستوى المعيشة؟ اكيد علشان قلة الموارد. يعني لو بصينا كده هنقول ان الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة الصحراوية قليلة. قليلة ليه؟ ما احنا قلنا ان دي بيئة صحراوية، يعني بيقل فيها المطر، يعني بيقل فيها النبات الطبيعي، يعني بيقل فيها تتنوع الانشطة لكن برضو بتقل. فنبص نلاقي عندنا مشكلات زي مثلا نقص الغذاء، اكيد لاني ما عنديش مياه كتيرة، عندي مياه جوفية في بعض المناطق زي الواحات على سبيل المثال، عندي بعض المناطق اللي قد تسقط عليها الامطار، وقلنا لو سقطت تسقط فجأة وعلى شكل سيول، فده بيؤدي لايه؟ اني ما عنديش محاصيل ثابتة الا لو اتزرعت هتتزرع في الواحات على سبيل المثال، وبرضه هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد في الدرس الجاي. فعندي نقص الغذاء، وبكده علشان يقدر سكان البيئة الصحراوية يواجهوا هذه المشكلة فقاموا عملوا ايه؟ اعتمدوا على البيئات الاخرى. ازاي؟ عن طريق التجارة. يعني بيحصل عملية تبادل تجاري بين البيئة الصحراوية وبين البيئات الأخرى، وبرضو ده بفكركم بيه في الترم الأولاني لما كنا بنتكلم عن التكامل بين البيئات. الحاجة التانية هي الهجرة بقى إلى البيئات الأخرى، لأن السكان اللي في البيئة الصحراوية ليهم تطلعات، فممكن يهاجروا من هذه البيئة ويروحوا للقرى المجاورة أو لمحافظات أخرى علشان يشتغلوا ويمارسوا أنشطة اقتصادية. يعني مثلا ممكن نقول أستاذة فوزية هجرة مثلا واحد سيوة، الناس اللي عايشين مثلا في واحد سيوة أو في المناطق المجاورة إلى محافظة مطروح، كلام سليم؟ هو ممكن يهجروا المناطق الساحلية اللي في محافظة مطروح، بس علما بأن محافظة مطروح نفسها هي أصلا من المحافظات البيئة الصحراوية، فهم ممكن يهاجروا من المنطقة دي كواحة ويهاجروا إلى المنطقة الساحلية هناك عشان يشتغلوا ممكن هناك في التجارة او علشان يشتغلوا زي ما حضرتك قلت في الزراعة. فبيحصل هجرة من بيئة الى بيئة، واحنا قلنا قبل كده ان المحافظة الواحدة ممكن يكون فيها كذا بيئة، يعني ممكن نلاقي فيها مناطق ساحلية بقى بيئة ساحلية، ممكن نلاقي فيها بقى صحراوية او زراعية. جميل. طب احنا بنتكلم عن البيئات الصحراوية. تمام. اذا ممكن اقول وبسرعة كده المحافظات اللي هم محافظات البيئة الصحراوية. تمام. احنا بنسميهم طبعا محافظات الخليج، زي مثلا احنا عندنا شمال سيناء، عندنا جنوب سيناء. تمام. عندنا محافظة البحر الاحمر، الوادي الجديد، ومحافظة مطروح. تمام. ولو حضرتك كده رجعت بسرعة او بصيت على مدى تركز السكان في المحافظات اللي حضرتك قلتها كده، هتلاقي كانت محافظة شمال سيناء هي اكثرهم ايه سكانا. تمام كده. وكان اقلهم جنوب سيناء، وبتختلف هنا مدى تركز السكان حسب الموارد اللي موجوده في هذه الايه المحافظات. يعني لو في موارد كتير يبقى في عدد سكان اكتر. تمام. وشمال سيناء من المناطق اللي فيها زراعه على السواحل، فيها بيئه ساحليه وفيها زراعه في المناطق دي، وبالاضافه فيها مناطق سياحيه كمان، فيها وادي العريش، في
فاذا بيبقى فيها مناطق ايه تركز سكاني. تمام. طيب نقدر نقول كده من النتيجه المترتبه، هسال بقى حضرتك السؤال ده، احنا شرحنا خلاص قلنا ايه المشكلات اللي قابلتنا زي نقص الغذاء والهجره الى البيئات الاخرى، فانا هسال بقى حضرتك سؤال اقول لك من النتيجه المترتبه على قله الموارد الطبيعيه في البيئه الصحراويه. طيب ده سؤال اجباري. طبعا ده سؤال لازم تجاوب، لازم تجاوب. طيب. قله او زي ما الاستاذه فوزيه طبعا قالت دلوقتي، قله الموارد الطبيعيه اللي موجوده عندنا بيؤدي الى حاجتين. اول حاجه نقص الغذاء زي ما الاستاذه فوزيه شرحتها وطبعا مش هتكلم فيها تاني. نقص الغذاء، وتاني حاجه ونقطه مهمه هي خلي بالك الهجره من البيئه الصحراويه الى البيئات الاخرى. يعني معنى كده يا مستر سميح ان قله الموارد الطبيعيه اللي في البيئه الصحراويه دي ادت الى مشكلات. طيب يا ترى الدوله هتقعد تتفرج على هذه المشكلات ولا بتحاول تتدخل؟ اكيد بتحاول ايه تتدخل. فنقدر نقول يا ترى ايه هي جهود الدوله عشان تحل هذه المشكلات الاقتصاديه، على سبيل المثال مثلا تعمير الصحراء واستصلاح الاراضي هناك ازاي مثلا عشان نقدر نزود الغذاء ونزود التبادل التجاري، فلازم يحصل تعمير واستصلاح. استصلاح يعني تحويل الاراضي الصحراويه طبعا القابله للاستصلاح، يعني مش كل الاراضي قابله، في مناطق ومناطق، فالاراضي القابله للاستصلاح الدوله بتعمل على استصلاحها عشان تزود الغذاء، ما بقاش عندي نقص غذاء. احنا عندنا مشروعات مهمه جدا، يعني تمام. مثلا لو انا قلت مشروع مثلا توشكا، تمام، ده جوه في الصحراء، تمام، مشروع شرق العوينات، تمام، في مثلا كمان مشروع دلوقتي اللي هو مشروع الفرافرة، ده مشروع مهم جدا. طيب على فكرة كل المشروعات اللي حضرتك قلتها دي ويمكن مرت على الأولاد في سنة رابعة تقريبا، ان بتعتمد على مصادر مية. على فكرة مصادر مية ايه؟ معظمها مية جوفية، فلو قلنا مثلا ما عدا مثلا مشروع توشكا اللي حضرتك قلت عليه ده بيعتمد على المياه اللي من الترع اللي جايه من بحيره مصر، يعني لكن شرق العوينات ده بياخد من المياه الجوفيه. او على فكره في درسنا ده من ضمن جهود الدوله حفر الابار العميقه في الفرافره علشان للحصول برضو على المياه الايه الجوفيه. يعني يا استاذه فوزيه لو جالي سؤال قال لي كيف تعمل الدوله على توفير الغذاء في المكان ده، اقدر اقول تعمير الصحراء واستصلاح الاراضي اللي موجوده عشان توفر غذاء اكتر، وعشان كمان الناس يسيبوا المناطق او الرعي زي ما هنتكلم فيها كمان شويه ويروح يستصلحوا هذه الاماكن. وممكن احول السؤال بشكل ثاني اقول لك من النتيجه المترتبه على قيام الدوله باستصلاح الاراضي الصحراويه. ده سؤال مهم جدا. ده سؤال مهم جدا، فتقول لي بقى ايه زياده الغذاء وزيادة التبادل التجاري مع البيئات الأخرى. يجي بقى ولد شاطر جدا يقول لي حل المشكلات الاقتصادية في البيئة الصحراوية. يعني شفتها؟ لا صحيحة طبعا. ممكن كده يعني ممكن يقول لي حل المشكلات الاقتصادية، ممكن يقول لي تنمية البيئة الصحراوية، ممكن يقول لي زيادة الغذاء وزيادة التبادل التجاري. علشان كده احنا مش عايزينهم يعني يحفظوا. انا بقول ده كتير. وانت لو فهمت الجزء ده تقدر تجاوب أي سؤال يجي لك، بس اقرا السؤال كويس. تمام. طيب في برضه جهود تانية. يعني مثلا مشروعات سياحيه. تمام. عندي مثلا على سبيل المثال ان يشجعوا المستثمرين انهم يعملوا ينشئوا المنتجعات والفنادق علشان الناس تروح تعمل سياحه هناك، كمان تشجيع سياحه السفاري. يمكن سياحه السفاري السياحه جديده وسياحه مهمه قوي، وكتير جدا من الناس بتحب تروح الواحات على سبيل المثال. انا عملتها. انا عملت سياحه سفاري. طيب وعايز اقول لك كان يعني الجو كان رائع. رحت الصحراء البيضاء ولا رحت مناطق لا 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 احنا رحنا الوادي الجديد في واحه الداخله وواحه الخارجه. الله. ودي كانت اماكن رائعه بكل المقاييس. تمام. وعملنا سفاري في مناطق برضو كمان كانت الصحراء البيضاء. يعني كانت المناطق كانت جميله جدا جدا. تمام. وعايز اقول لكم يعني استمتاع يعني ما بعد استمتاع. تمام. طيب يبقى سياحه السفاري دي اخر حاجه هنتكلم فيها. اللي هي في جهود الدوله طبعا تشجيع طبعا سياحه السفاري، والدوله بتهتم جدا بالجزئيه دي. تمام. طيب نشوف بقى مع بعض درس مهم جدا النهارده، والدرس ده بيجي منه اسئله كتير قوي في الامتحان، وهو بيتكلم عن الانشطه الاقتصاديه الموجوده في البيئه الصحراويه. قلنا قبل كده كلمه نشاط اقتصادي معناه العمل، الحرف، الحاجات اللي هم بيشتغلوها هناك عشان يقدروا ان هم يوفروا الاكل، يوفروا الغذاء، يوفروا فلوس عشان يقدروا يشتروا اي حاجه موجوده عندنا. طيب في انشطه موجوده كتير في البيئه الصحراويه، تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشه ونشوف طبعا الخمس انشطه المهمين عندنا. طبعا اول حرفه موجوده هي حرفه الرعي، تاني حرفه عندنا الزراعه وهنتكلم طبعا عنها، الصناعات الحرفيه، التعدين واستخراج البترول، واخيرا نشاط مهم جدا وهو السياحة. نقولهم مع بعض تاني: الرعي، الزراعة، الصناعات الحرفية،
التعدين واستخراج البترول وايضا السياحه. طيب نشوف اول حاجه بقى استاذه فوزيه، الرعي. حرفه الرعي دي يا اولاد بتعتبر الحرفه السائده في البيئه أساسية. الصحراويه. طيب احنا قبل ما نتكلم عن الرعي عندنا فيديو رائع استاذه فوزيه، طبعا يعني اسره الاعداد هما طبعا جهزوه لنا، عايز اشكرهم جدا. فيديو رائع عن الرعي، وهنشوف الحيوانات اللي موجوده في البيئه الصحراويه. تعالوا نشوفها مع بعض كده على الشاشه. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه، طبعا دي حرفه الرعي، والراجل اللي هو ماشي قدام الاغنام والماعز زي ما انتم شايفين. طبعا بيبقى عنده قطيع كبير من الاغنام والماعز. ولو بصينا شويه هنلاقي ان ايه الحيوانات اللي بيرعاها، هنلاقي الماعز والاغنام، وفي بعض القبائل طبعا بترعى الابل. تمام، فدي الحيوانات اللي بترعى في البيئه الصحراويه. لكن انا شفت مثلا على سبيل المثال سؤال من الاسئله، ونقول مثلا اختر من حيوانات المراعي الابقار. لا طبعا الرعي في البيئه الصحراويه الابقار، نقدر نقول نقول الابقار مثلا. حيوانات الرعي في البيئه الصحراويه اغنام، ماعز، ابل. ابل، يبقى ممكن نقول كبش جبلي مثلا. لا، عشان دي حيوانات بريه. الله ينور عليك. دي نقطه مهمه جدا، لان الكبش الجبلي ده من الحيوانات البريه اللي هناخدها بعد كده كنشاط سياحي، ازاي زي ما حضرتك قلت في السفاري شفت حاجات كتير. فما ما يختلطش علينا الامر ما بين حيوانات الرعي والحيوانات البرية اللي بنشوفها كسياحة سفاري. تمام، يبقى نفرق كويس قوي بين حيوانات الرعي اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة دلوقتي، زي الماعز، الماعزة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، اهي بنعمل فوكس عليها، ندخل عليها عشان نشوفها. وطبعا حيوان اخر اللي هو الخروف او الاغنام، خفان طبعا اللي احنا، وفي الابل يمكن مش موجودة، بس مش موجودة في الفيديو. ولكن الابل لكن لو قلت الحيوانات البرية في البيئة الصحراوية تبقى الكبش الجبلي على طول. بص حضرتك كده مثلا على الماعز هنا، هم بياكلوا الحشائش القصيره والبسيطه والقليله جدا، صح كده؟ فهي طبعا بيئه فقيره الى حد كتير في النبات. المناطق نفسها مناطق فقيره، يعني ما فيهاش يعني ما فيهاش غذاء كتير او ما فيهاش اعشاب كتير. عشان كده من الفيديو ده نقدر نستنتج يعني ايه كلمه رعي، اللي هي نقولها نشاط. نشوفها على الشاشه كمان، نشوفها تاني. نشاط، نشاط يقوم به بعض سكان البيئه الصحراويه، حيث ينتقلوا من مكان الى اخر بحثا عن ايه بقى؟ عن الماء والعشب. زي ما احنا شفنا دلوقتي طبعا، زي ما انتم شايفين في ماعز واغنام كتير جدا. طبعا صاحب القطيع ده او صاحب الحيوانات دي بيمشي قدامهم علشان يوفر لهم ويظهر لهم النباتات اللي هم طبعا عايزين ياكلوها. تمام، وكمان بيدور لهم على المياه. يبقى النشاط اللي بيقوم به الانسان، خلي بالكم زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه، يقوم به بعض سكان البيئة الصحراوية، حيث ركز بقى في الحتة دي، يتنقلون وينتقلون فيه من مكان إلى آخر بحثا عن نقط ونقط. عن إيه يا أستاذة فوزية؟ الماء والعشب. تمام، عشان كده أصحاب هذه الحرفة، أنا زي الصورة اللي قدامنا برضو على الشاشة، هنلاقي بعض النباتات والأعشاب القصيرة وزي ما بقول القليلة، إنها بيئة فقيرة جدا. أنا شايف لونين، شايف لونين في الأرض، أصفر وأخضر. بالظبط، أصفر وأخضر. الأخضر ده كان عارف نتيجة إيه؟ نتيجة سقوط مطر في فترة قصيرة ونادرة وقليلة، فظهرت عملت لي النباتات واختفى المطر بعد كده خلاص. فنبص نلاقي بقى يحصل ايه؟ يحصل ان الاولاد او اصحاب اللي عندهم قطعان الرعي دي يخرجوا ويروحوا للاماكن دي، ويحصل عملية الرعي زي ما حضرتك شفت. تمام، يبقى اذا الرعي ده حرفة اساسية وحرفة خلي بالكم السائدة في البيئة الصحراوية. تمام، وركز في الحتة اللي جاية دي، من اهم القبائل اللي طبعا موجوده وبتشتغل وبتقوم بحرفه الرعي، عندنا قبائل موجوده يا اولاد في البيئه الصحراويه في الصحراء الغربيه، وفي قبائل اخرى في الصحراء الشرقيه. ركز عشان هسال استاذه فوزيه سؤال مهم جدا دلوقتي، ها، وتفرق لنا بين الاثنين. طيب انا هقولهم واستاذه فوزيه هتقول لنا ايه، هتفرق لنا بشكل مختلف. طيب ركز كويس، هنا عندي قبائل اسمها قبائل اولاد علي، ودي منتشره جدا في محافظة مطروح بالصحراء الغربية. طبعا اكيد في تلاميذ طبعا من قبيلة اولاد علي قاعدين يتفرجوا علينا دلوقتي. طبعا ليكم تحية طبعا، محدش يقدر يتكلم. طيب دي اسمها قبيلة اولاد علي، موجودة فين؟ يبقى نحفظها مع بعض، اولاد علي في مطروح الصحراء الغربية. طيب قبيلة تانية موجودة في الصحراء الشرقية،
اسمها على اسم هضبة مهمة جدا، وهي ايه؟ انت بتغشي يا استاذة الفوزية. انا مذاكرة. دي قبيلة اسمها قبائل العبابدة. طالما قلت هضبة تحت خالص يبقى هضبة العبابدة، قبائل العبابدة. طبعا دي في الصحراء الايه؟ الشرقية. الشرقية. وفي كمان قبائل تانية في شبه جزيرة سيناء، وليهم برضو كل التحية، قبائل الموجودة في سيناء. ناس ليهم تحية كبيرة جدا لينا. خصوصا في العريش. طبعا. يعني مدينه جميله جدا. طبعا هي سيناء اصلا ليها حاجه كده جوانا، الارض بتاعتنا طبعا حاربنا عشان ارض الفيروس. فعندنا قبائل، وعلى فكره كل القبائل دول واهالي مطروح، اهالي الصحراء الشرقيه، اهالي سيناء، كلهم بيتميزوا بالكرم، حقيقي بالكرم يعني، وقد ايه هم ناس كويسين جدا جدا، وليهم كل التحيه. طيب، واحنا قلنا من شويه وشفنا على الشاشه ايه حيوانات الرعي اللي بترعى، زي ما قلنا الماعز والاغنام والابل، بس طب ليه؟ هيوفروا لنا ايه؟ ايه الاهميه؟ اهميه حيوانات الرعي؟ هيوفروا لنا لحوم، هيوفروا لنا البان، هيوفروا لنا ايه؟ جلود وسوف. شفتي مش بقول لك فريق الانتاج النهارده وفريق الاعداد النهارده عامل شغل جامد جدا. جاب لنا طبعا صوره جميله للابل. طبعا الابل دي اللي هي الجمل، تمام، الجمال الموجوده، خلي بالكم، في البيئه الصحراويه. وطبعا دي بتعتبر من الحيوانات المهمه جدا، بالاضافه الى الماعز والاغنام. سفينه الصحراء. سفينه الصحراء. طبعا كلنا عارفين سفينه الصحراء ليه. طيب الماعز، اغنام، ابل، بناخد منهم ايه؟ تيجي نفكر مع بعض. حيوانات نقدر ان احنا نذبحها وناخد منها، خلي بالك، اللحوم. يبقى اول حاجه اقدر اخدها من هذه الحيوانات اللحوم، ده رقم واحد. اتنين، الصوف. صوف، خروف. فاكرين كده في عيد الاضحى لما بنذبح الخروف بتلاقي فيه فرو كده موجود. هم بياخدوا الفرو ده، وهنتكلم عنه دلوقتي ونشوف هم بيعملوا بيه ايه. طيب تالت حاجه عندنا الالبان، زي مثلا لبن الماعز ولبن الاغنام طبعا، والابل، ده حاجات مهمه جدا. وكمان عندنا طبعا بياخدوا الجلود، الجلد، يا استاذه فوزيه، طبعا كلنا بنستخدم الشنط والاحذيه وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها مصنوعه من الجلد، هذه برضو من هذه الحيوانات. طيب يبقى من اهم الحيوانات استاذه فوزيه، نقول تاني الماعز والاغنام والابل، وقلنا اهميتهم بالنسبه للبيئه الصحراويه، هم مصدر لايه؟ للحوم والالبان والجلود والصوف. وزي ما قال مستر سميح كمان شويه، ندخل شويه في الدرس اكتر، نتكلم تحديدا عن الصناعات الحرفيه، هنلاقي اهميه الصوف، صوف الاغنام ووبر الابل. اول كلمه السجاد اليدوي. طب قبل بقى ما تتكلمي عن السجاد اليدوي، نتكلم عن الزراعه. معانا نور الهدى من هنا. ازيك يا نور؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا نور؟ الحمد لله. اسمك جميل قوي يا نور على فكره. شكرا. طيب شاطره في الدراسات ولا ايه؟ شاطره. طيب انا مش هسالك، انا هخلي استاذه فوزيه تسالك سؤال، يعني عايز اقول لك اسئله بتاعتها صعبه جدا، وبعدين هسالك سؤال سهل، اتفقنا يا نور؟ طيب ماشي. بس يا نور، يا نور زي مستر سميح، ما كل مره كل عايز اي حد يتصل انا هسالك. طيب يا حبيبتي، طيب انت عندك سؤال الاول؟ عندي سؤال. شفت بقى؟ طيب يلا. عندها سؤال اهو، قولي يا نور. بصفة 35 من في التدريبات في شعارات. انا شفت الشعارات دي حقيقي، في شعار مصر للطيران وفي للتأمين، وتقريبا دي الصورة اللي بعد كده، يعني انا بصيت عليها فهي بس مش واضحة شوية في الطباعة عندي، وتقريبا هي سكك حديد. هي من الانشطه اللي موجوده، فدي اللي موجودة طبعا. يعني ايه، خلينا دايما في التدريبات اسئله دايما اكمل صح وخطا، دي الحاجات المهمه اللي بتيجي في الامتحانات. هي سكك تقريبا، سكك حديديه تقريبا يعني، لكن هي طبعا تعتبر من الانشطه المهمه يعني جدا. فانت لازم تدوري، خلي بالك، على النت، لان الحاجات دي مهمه. دوري على النت كده ودوري على هذه الشعارات، واسالي بابا وماما كده، هتعرفي الشعارات اللي موجوده دي بتاعت ايه. خلي بالك دي تعتبر من الانشطه، احنا عارفين احنا مش بنلتزم باللي موجود، بس احنا عندنا في الدراسات بنبحث وبندور وبندخل على النت ونشوف ونسال بابا وماما. امبارح كان عيد الام، اسالي ماما، قولي لها قولي لي الحته دي ودوري كده، ماشي؟ انا عندك سؤال تاني يا نور؟ لا. طيب اسالك انا بقى؟ ماشي. ماشي يا حبيبتي، هقول لك كده اهم حيوانات الرعي في البيئه الصحراويه، اختاري، انا هقول لك وانت تختاري، سامعيني؟ ماشي. الابل ولا الكبش الجبلي ولا الثعالب ولا الفهد؟ الابل. الابل، تمام، لان الكبش الجبلي والفهد والثعالب كلها حيوانات ايه؟ بريه. سالك انا سؤال يا نور؟ تنتشر قبائل العبابده في شمال سيناء. ايه؟ تنتشر قبائل العبابده في شمال سيناء.
غلط. أيوة. غلط، لكن هي موجودة فين؟ الصحراء الغربية الشرقية. الشرقية العبابدة. الشرقية. اوعي تنسي انا قلت هضبة العبابدة في الشرقية، يبقى قبائل العبابدة في الشرقية. تمام تمام. اوعي تنسيها يا نور الهدى. جميل ماشي حبيبتي، تابعينا دايما على طول كده وفي ان شاء الله. طيب نتكلم على تاني حاجه بقى عندنا النهارده وهي الزراعه. طبعا احنا من اول ما اتكلمنا عن البيئه الصحراويه وعرفنا ان في موارد المياه اللي موجوده وقلنا طالما في ميه يبقى لازم تقوم الزراعه. اذا حرفه الزراعه بتعتبر من الحرف المهمه واللي بتتركز حواليها السكان. ايه ده؟ طالما في مياه، المياه دي بقى هنتكلم عنها دلوقتي. تمام. بيتركز السكان حول هذه المياه وتقوم حرفه الايه؟ الزراعه. زي مثلا واحد سيوه. طب تعالى نشوف كده مع بعض على الشاشه ونشوف واحد سيوه. وطبعا واحد البحريه والخارجه والداخله والفرافره، وطبعا دي واحد يعني انا عن خبره شخصيه يا استاذه فوزيه، انا رحت الواحد الداخله والخارجه وشفت كم الاراضي الزراعيه اللي موجوده. واكتر اراضي موجوده هناك بتزرع او بيزرعوا فيها النخل، النخيل والقمح. والقمح برضه مزروع هناك، من الحبوب الغذائيه المهمه جدا علشان زي ما احنا قلنا مشكله نقص الغذاء طبعا. طيب هقول لحضرتك حاجه، الزراعه كحرفه مختلفه شويه عن الري في حاجه مهمه قوي، ان الري يعتبر نشاط متنقل، هو مش مستقر في مكان، لانه ممكن الرعاه يتنقلوا من مكان لمكان بحثا عن الماء والايه والعشب، على عكس الزراعه. فالزراعه بتساوي استقرار، عشان كده زي ما حضرتك قلت ايه، اني بلاقي مناطق الزراعه دي موجوده في مناطق معينه اللي هي ايه الواحات. على فكره كمان المراعي او الرعي برضو في الواحات في مناطق ايه رعي، وكمان في بعض المناطق اللي في الاوديه. طيب نبص شوية زي ما حضرتك قلت، ايه المحاصيل اللي موجودة هناك؟ زي مستر سميح ما قال، القمح، لان طبعا دي من الحبوب الغذائية المهمة جدا جدا، الخبز ده غذاء رئيسي طبعا. بس كمان في الشعير، الشعير في بعض المناطق بيتم خلطه برضو، بيستخدم في صناعة الخبز احيانا. طيب القمح والشعير دي الاتنين حبوب مهمة قوي لسد حاجة السكان الغذائية، بس هم مش بيزرعوا حبوب بس، زي برضو مستر سميح ما قال احنا عندنا اشجار النخيل، وبرضو شويه وهقول اشجار النخيل ده مهمه جدا جدا، لان النخيل دي اصلا بتدخل في صناعات تانية زي صناعه حفظ ايه التمور، وكمان وسلال وحاجات من جريد النخيل وحاجات كتيره قوي، بالاضافه لنباتات تانية او اشجار تانية زي اشجار الزيتون. يعني انا شفت مثلا واحنا رايحين في مطروح مثلا على سبيل المثال كثره اشجار الزيتون بشكل كتير جدا، وكمان والله بالتين وحاجات كتيره. طيب وكمان المشمش، بالاضافه الى ان وجود نباتات طبيه، النباتات الطبيه دي مهمه قوي قوي عشان بتستخدم في علاج عدد كبير من الامراض. طيب اذا يا استاذه فوزيه لو قلت من الاشجار اللي بتتزرع هناك اقدر اقول قمح ينفع؟ لا. اشجار؟ لا انا قلت ينفعش. طالما قلت اشجار يبقى نخيل، نخيل، زيتون، زيتون ومشمش. ثلاثة خلي بالك، نخيل، زيتون، مشمش، دي الاشجار اللي دايما موجودة ما بنقطعهاش خالص، دايما موجودة وكل سنة بتدينا الانتاج. طب الحبوب الغذائية قمح وشعير، وده طبعا نبات صغير بيطلع وطبعا الناس بيقطعوه خالص ويزرعوه مره تانية في السنه اللي بعدها. وفي نباتات طبيه. النباتات الطبيه دي بتستخدم في علاج عدد كبير من الامراض، على فكره بتستخدم بطريقتين، يا اما سكان الواحات نفسها او سكان البيئه الصحراويه بيستخدموها في علاج، يا اما بيحصل ان كتير جدا احنا كشركات ادويه عندنا في مصر مثلا بتستخدم هذه النباتات في صناعه العقاقير المختلفه. معانا مريم من اسوان، بعيد قوي. ازيك يا مريم؟ انا مستر. عامله ايه؟ كويسه. عايز اقول لك انا ببقى سعيد جدا لما الاقي حد بيتكلمني من اسوان من بعيد قوي. انتوا متابعين القناه طبعا ومتابعين البرنامج بتاعنا من اول السنه صح؟ صح. طيب هسالك سؤال، انا اللي هسالك بقى، مش هستناك تساليني، انا اللي هسالك، ايه رايك؟ ماشي. بصي بقى هسالك سؤال دلوقتي مهم، من محافظات الصحراء نقط ونقط ونقط. محافظات البيئة الصحراوية. هما خمسة؟ أنا خليكي تقولي ثلاثة بس. الحدود؟ محافظات الحدود اللي هي المحافظات الصحراوية. شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد. ومطروح. فاضل واحدة، مطروح. برافو عليك، أنا طلبت ثلاثة قلتي لي خمسة. أنا مبسوط منك أوي. شاطرة يا مريم. طيب تحبي تسألي كمان سؤال من أستاذة فوزية؟ طب يلا أستاذة فوزية. عندك سؤال يا مريم؟
لا انا عايز اسال. طيب شوفي الحمد حق لله. اساسي بالطالب ان هو عايز يتسال. طيب هسألك سؤال مهم أوي يا ملا، قولي لي بما تفسرين نمو النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ تاني بما تفسرين، سامعيني، بما تفسرين نمو النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ نمو النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية اه ليه بتنمو؟ لأنها اعتمادا على المياه الجوفية. برافو عليكي، انتي جميلة خالص خالص، برافو عليكي. يبقى اعتمادا على المياه الايه؟ الجوفية، او حيث وجود مصادر الايه؟ المياه. برافو عليكي، تمام. برافو عليك يا مريم. طيب استاذه فوزيه، طبعا عندنا نقطه مهمه قوي هي الصناعات الحرفيه، هي مريم بس لسه معانا؟ لا خلاص. بس هنطلع فاصل تلاميذنا الشطار وهنرجع لكم مره تانية نكمل الصناعات الحرفيه. ورجعنا لكم مرة تانية تلاميذنا الشطار، تلاميذ الصف السادس الابتدائي في كل محافظات مصر. هنكمل درسنا النهارده الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية، أو الأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية. طيب نشوف الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية ركز كويس فيها قوي. صناعات حرفية. صناعات يعني صناعة، حرفية يعني بالإيد، بالهاند ميد، بإيدينا، خلي بالك. طيب الصناعات الحرفية، اوعى تقول لي بقى صناعة السيارات ولا صناعة الأغذية المحفوظة اللي هي البيبسي والشيبسي والحاجات دي، لا مفيش الكلام ده. ده هناك في صناعات بسيطة قوي، صناعات يدوية حرفية هنتكلم فيها مع الأستاذة فوزية. تمام. الصناعات الحرفية زي المستر قال، الصناعات الحرفية دي بتعتمد على العمل اليدوي وعلى شطارة صاحب هذا العمل. فبنلاقي ان الصناعات الحرفية دي الموجودة مرتبطة كمان بالموارد اللازمة. انا شفت سؤال مرة يا مستر من سؤال المحافظة، من نتيجة مترتبة على وجود موارد متنوعة في البيئة الصحراوية. طبعا ده سؤال مهم جدا. اه قيام طبعا وظهور الصناعات الحرفية بكثرة في البيئة الصحراوية. طب ولو قال لي تنوع الأنشطة الاقتصادية بما تفسر؟ لا، ما النتيجة برضه؟ برضه برضه نفس يعني الكلام، نفس السؤال، نفس لو الكلام، قلت ما نفس النتيجة السؤال. المترتبة على توافر الموارد أو تنوع الموارد اللازمة في البيئة الصحراوية، يبقى زي ما حضرتك قلت وجود صناعات حرفية أو تنوع الأنشطة الإيه؟ الاقتصادية. طيب إذا احنا عندنا الصناعات الحرفية اللي موجودة، في صناعات كتيرة موجودة عندنا، في تمام. مثلا عندنا صناعة اسمها صناعة حفظ التمور. جميلة دي. طيب أنا هتكلم عن حفظ التمور وهسيب لكم بقى الحتة اللي هي السجاد اليدوي مع الأستاذة فوزية هتشرحها لكم بشكل جميل قوي. طيب صناعة حفظ التمور، خلي بالكم من الحتة دي. حفظ التمور، التمر اللي احنا بناكله، فاكرين التمر اللي هو بيظهر بشكل كبير جدا في شهر رمضان الكريم؟ طبعا التمر ده اللي هو البلح، بس هو بيجي لنا منين؟ بيجي لنا من البيئة الصحراوية. إذا البيئة الصحراوية فيها أشجار التمر، ولا أقول أشجار النخيل؟ لا، أقول أشجار النخيل، لأن النخلة هي اللي بتنزل البلح، وبالتالي بياخدوا البلح ده يحولوه إلى تمر. إذا لما أقول لك بما تفسر تنتشر صناعة حفظ التمور، ركز بقى، في البيئة الصحراوية، هتقول لي بسبب حاجتين. أول حاجة بسبب وجود وانتشار أشجار النخيل، في نخل كتير هناك طبعاً. طب تاني حاجة، وفرة الأيدي العاملة العمال اللي هيقدروا إن هم يصنعوا التمر أو البلح ده إلى تمر. نقول السؤال تاني؟ نقول تاني. نقول السؤال تاني. بما تفسر تنتشر صناعة حفظ التمور في البيئة الصحراوية. طيب الإجابة هتكون إيه؟ بسبب حاجتين. الحاجة الأولى انتشار أشجار النخيل، في نخل كتير جدا موجود في المكان ده. تاني حاجة عندنا وفرة الأيدي العاملة. طيب في صناعة أخرى أستاذة فوزية، اللي هي صناعة السجاد اليدوي. صناعة السجاد اليدوي هناك بتعتمد على حاجة احنا لسه كنا قلنا من شوية، اللي هي حرفة الرعي، حيث صوف الأغنام وغبر النخيل. يبقى نقول تاني بما تفسر وجود صناعة السجاد اليدوي في البيئة الصحراوية، يبقى نقول اعتمادا على وفرة صوف الأغنام وغبر
الايه؟ الابل. طب انا هقول لحضرتك حاجه، هسالك سؤال تاني، ما العلاقه بين صناعه السجاد اليدوي وحرفه الرعي في البيئه الصحراويه؟ شفت السؤال؟ طب نسال السؤال ده لصامويل. ماشي. ازيك يا صامويل؟ عامل لا علي صوتك، ازيك عامل صوته ايه؟ بقى. عامل ايه في الدراسات؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. خلي بالك بقى، سمعت سؤال الاستاذه فوزيه قالته لك؟ لا مش سمعت. طيب الاستاذه فوزيه هتقوله لك مره تانية وركز فيه جدا. انا هقول عليك شاطر خالص لو جاوبته يا سامي. ها؟ طيب ما العلاقه بين صناعه السجاد اليدوي وحرفه الرعي في البيئه الصحراويه؟ ان في حرفه الرعي يخرجون الصوف ووبر الابل من الحيوانات الذين يرعونها في الصحراء. برافو عليك، انت شاطر 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 جدا جدا. انا بشكرك انك انت اتصلت النهارده بامانه. شفت ربنا ازاي؟ طيب انا هسالك سؤال تاني. هو عندك سؤال؟ طيب لا انا ما عنديش. طيب مستر سميح، طب هسالك سؤال تاني يا صامويل، خلي بالك ركز. ما النتائج المترتبه على انتشار اشجار النخيل في البيئه الصحراويه؟ توفر حرفه تعليم التمور. حفظ الايه؟ التمور. برافو عليك. لا انت شاطر جدا، برافو عليك، وتابعنا دايما وكل طلابنا الشطار. عايز سؤال تاني على فكره؟ كمان سؤال؟ طيب اسالك سؤال كمان. بما تفسر وجود صناعات حرفيه في البيئه الصحراويه؟ برافو عليك. قول لي يا صامويل، انت جبت كام في الترم الاولاني في الدراسات؟ جايب 99؟ برافو عليك. باين عليه، بسم الله ما شاء الله. انا اتاكدت ان هو هيقول لي. برافو عليك، برافو عليك. انت بتتابعنا يا صامويل؟ بتتابعنا على طول؟ طب انا عايزاك تتابعنا على طول وكل حلقه تتصل. انا جبت في الدراسه 99 واللي فيها كل 99 كله. انت ولد شاطر، برافو عليك. برافو عليك، برافو عليك. انا سعيده بيك. احنا معانا فيديو جميل جدا بيتكلمنا عن الصناعات الحرفيه. تمام، تعالوا نتفرج عليه كده ونشوفه. نشوف الفيديو الجميل ده اللي بيتكلم عن الصناعات الحرفيه وقد ايه هي مهمه عندنا بلد. هي بتعتمد على مهاره الفنان المصري اللي في البيئه الصحراويه. نبص عليها معانا. ها الله، دي صناعه السجاد اليدوي اللي قدامنا. طبعا يعني سيدة جميلة. تشكيل الالوان. شفت الالوان عامله ازاي؟ ده بيبقى رؤيه، هي بيبقى عندها رؤيه كده ان هي ازاي تشكل. بص بقى حضرتك خد ايه؟ هي لو صوف الاغنام. ده صوف الاغنام. ياخدوا الصوف بتاع الخروف ويعملوا منه الاشكال السجاد. دي معموله من الجلد يا استاذه فوزيه. تمام. دي حاجات دي برضه صناعه ثانيه اللي هي جلود، يعني مش بس صوف، وكمان ديت الخيوط اللي هو ازاي بيبقى النظام النول يا مستر. لما الالوان الكبيره واضح جدا هنا في دقه. في دقه احنا بنشوفها في المناطق الصحراويه بشكل كبير، وكمان على الطرق الصحراويه بتلاقي في بعض الناس بيعرضوا هديه. دي بقى النخيل، دي اللي كنت بقول لحضرتك عليه، لان مثلا زي ما السلال لما قلت لك ان النخيل مش بس حفظ تمور، لا دي كمان بياخد جريد النخل ويعمل منه السلال اللي اشكالها جميله. كلنا لما بنروح مناطق كده بنبقى عايزين نشتري كل السلال اللي قدامنا. طبعا شكلها جميل جدا، طبعا شكلها تحفه، وبيبقى فيها رسم وهم بيبقى فيها ابداع. بيبقى هم بيكونوا مبدعين جدا جدا فيها. تمام. طيب اذا الصناعات الحرفيه دي مهمه جدا وبتشتهر بيها طبعا البيئه الصحراويه. خلي بالكم وهفكركم تاني، احنا كنا قلنا من فتره قلنا مع بعض، قلنا ان في حاجه اسمها في صوره، احنا جبنا صوره تاني بتاع الاغنام. بص حضرتك استاذه فوزيه، قبل ما نتكلم طبعا عن الصناعات الحرفيه تاني، زي ما حضرتك شايفه كده بياخدوا الصوف وبيعملوا له غزل، بيغزلوه بيعملوه خيوط. وبعد كده بياخدوا الخيوط دي يعملوها زي بكره كده، وياخدوها يودوها للستات اللي هم بيعملوا السجاد بايديهم زي ما اتفرجنا شويه. ده كمان هم بيلونوه، كمان بيلونوا الخيوط دي علشان تاخد الاشكال اللي احنا شفناها وهي بتغزل في الوان احمر واخضر والوان مختلفه. بيعملوا الوانات معينه ويقدروا ان هم يعملوا سجاد يدوي، وبيبقى عندهم رؤيه فنيه ايه شكل السجاد. هم مش بس بيشتغلوا، ده عندهم رؤيه. بصي كده عاملاها على علم مصر. بص حضرتك الالوان، بص الالوان، احنا شفنا الصوف لونه ايه؟ كان ابيض. صح كده؟ لكن هنا بص هي مستخدمه ادي الصوف لونه ابيض، لكن احنا شفناها بتغزل بالوان ايه؟ مختلفه طبعا. لان هي دخلت العمليه دي تعتبر صناعه فعلا. صناعه حرفيه، لكن هي صناعه فيها دقه، فيها مهاره، فيها روعه الفنان المصري.
الفن المصري الجميل اللي هو مهما كان الانسان بسيط. انا هميز بقى سكان البيئه الصحراويه اكيد اكيد، لان رغم فقر الموارد وقلتها الا ان طلعت من عندهم ابداعات مختلفه جميله احنا نفسنا بنفتخر بيها. جميل. طيب الصناعات الحرفيه اتكلمنا عنها وعرفنا ان في صناعتين مهتمين جدا جدا ومنتشرين، هي صناعه حفظ التمور تشتهر بيها طبعا سكان الواحات بسبب وجود اشجار النخيل، وكمان عندنا صناعه مهمه قوي وهي صناعه السجاد اليدوي. طيب استاذه فوزيه هسالك سؤال مهم قوي. اتفضل. التعدين. احنا قلنا ان البيئه الصحراويه مليئه وغنيه بالمعادن وبالموارد المعدنيه وبالبترول. طيب حضرتك عايزين يعني توضح لنا اكتر ايه انواع الموارد اللي موجوده، ويعني ايه التعدين في البيئه الصحراويه، وهل لما يظهر معدن او يظهر مانجا من المناجم هل السكان بيتجمعوا على هذا المكان ويقدروا ان هم يتركزوا فيها ولا لا؟ دي طبعا الموضوع طبعا اكيد مختلف عن كده، لان التعدين اول. طب نمشيها حته حته، قلت لي اسئله كتيره جدا يا استاذ. طيب على فكره كل الاسئله دي موجوده في الجزء اللي احنا هنشرحه دلوقتي. طيب نمسكها واحده واحده. يعني ايه تعدين؟ هو ان بيبقى في عندي عدد كبير من السكان، من سكان البيئه الصحراويه تحديدا، بيشتغلوا في استخراج البترول او استخراج الايه المعادن. يبقى عمليه التعدين دي بيعمل بيها عدد كبير من سكان البيئه الصحراويه، حيث استخراج المعادن المختلفة واستخراج البترول وممكن كمان الغاز الطبيعي على فكرة. طيب نمسك واحدة واحدة. عدد كبير من سكان البيئة الصحراوية بيستقروا تحديدا بجوار مناطق التعدين او في المراكز العمرانية القريبة من مناطق التعدين، لان دي نشاط اقتصادي ونشاط اقتصادي مربح، فطبيعي لما يبقى في حاجة زي كده، دي ثروة بنسميها ثروة معدنية، بنسميها ثروة كبيرة قوي، فطبيعي ان السكان لما بيكون عندهم حاجة زي دي يستقروا بجوار هذه المناطق او في المراكز العمرانية القريبة ليها علشان يشتغلوا في هذه الايه الحرفة. السؤال بقى اللي قاله المستر سؤال مهم قوي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يعني لما بنكتشف كده ان في معدن مثلا حديد زي الحديد مثلا اللي في الواحات البحريه على سبيل المثال، او الفوسفات اللي في هضبه ابو طرطور، او في مناطق تانية مختلفه، يروح بقى يجمعوا السكان ويروحوا هم يحفروا ويجيبوا المعدن؟ لا طبعا، عمليه التعدين ده عمليه كبيره جدا 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 بتسبقها ابحاث كبيره واستشعار عن بعد يا مستر، وتقنيات حديثه بيحددوا فين المكان اللي هنكتشف فيه المعدن، وبعد كده ياخدوا العمال. لا لا لسه 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 او طب نمسكها واحده واحده. طيب الاول قبل ما تقوليها ونتعمق فيها شويه، احنا معانا اسماء من الجيزه. طيب على التليفون. ازيك يا اسماء؟ الو. ايوه يا اسماء ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عامله ايه في الدراسات؟ الحمد لله. عندك سؤال يا اسماء؟ ايوه. طب يلا اسالينا السؤال بتاعك يا اسماء. كام شهر 3 يوليو 1952؟ قيام ثورة ايه؟ بما تفضل. بما تفضل قيام ثورة 23 يونيو؟ طيب تحب نقولها لك النهارده ولا نقولها المره الجايه في التاريخ؟ خلي بالك. ها؟ عايزاها النهارده. طب قولها لي يا مستر. طيب بص يا ستي، اول حاجه في قيام ثورة 23 يوليو، ودي نقطه مهمه جدا، هي عندنا طبعا فساد النظام الملكي اللي كان موجود، ملك فاروق طبعا كان النظام بتاعه فاسد. معايا اسماء؟ ها؟ فساد النظام الملكي في الوقت ده، وسوء الاحوال الاقتصاديه والسياسيه اللي كانت موجوده في مصر في ثورة 23 يوليو، عشان كده قامت الثورة بزعامة طبعا جمال عبد الناصر اللي عمل تنظيم الضباط الأحرار والقضاء معايا؟ على الاحتلال، وفي طبعا القضاء على الاحتلال الإنجليزي وحاجات كتيرة جدا موجودة. معايا يا أسماء؟ طيب ايه رأيك بقى نسألك سؤال في التاريخ ولا في الجغرافيا؟ قفلت هي قالت السؤال وجارية. بس هي سمعت الإجابة. ايه؟ هي سمعت. ده مهم جدا طبعا. احنا تلاميذ الشطار بنحب قوي ان احنا نسال الاسئله بتاعه التاريخ في حلقه التاريخ طبعا، علشان ما نشتتش اذهان تلاميذنا الشطار، الا اذا في حلقات المراجعه. حلقات المراجعه نقدر ان احنا نستقبل اي سؤال في الجغرافيا او في التاريخ، لكن واحنا بنتكلم عن الجغرافيا دايما خلوا الاسئله بتاعتنا في الجغرافيا عشان تلاميذنا الشطار اللي بيسمعونا ما يحصلش فيه تشتت بينا. طيب نكمل مع بعض بقى التعديل. انا نسيت التعديل. حضرتك كنت بتقولي نرجع تاني للتعديل. شفتوا بقى انتوا بتعملوا ايه؟ لا حضرتك بتقولي ايه ان خلاص
اكتشفنا معدن فالاهالي هيروحوا يطلعوا المعدن، لا ده مش بيحصل. تمام. اللي بيحصل ان الدوله ليها ابحاثها وليها تقنيات حديثه جدا، منها تقنيه الاستشاره عن بعد، وعندنا علماء وباحثين بيحددوا مناطق وجود هذه المعادن. خلاص تم تحديد بقى منطقه فيها معادن معينه، يحصل ايه؟ يحصل ان الدوله تبدا تعمل تجهيزات وتشوف هل المعدن الموجود في المنطقه دي هل هو بشكل اقتصادي ولا لا. يعني بشكل اقتصادي ولا لا؟ يعني في كميه مناسبه تستحق ان احنا نصرف عليه فلوس كتير ولا لا. بعد كده نبص نلاقي تبدا الدوله تجهز المناجم وتجهز الطرق وتجهز الحاجات اللي تسهل عمليه الاستخراج، زي ما بصين احنا عندنا مثلا. يعني على سبيل المثال الموارد المعدنيه اللي قدامنا على الشاشه، الحديد اللي في الواحات البحريه على سبيل المثال، اكيد الحديد اللي في الواحات البحريه دي كان بكميات كبيره، عشان كده الدوله كلفت عمل طرق وعمل مناجم علشان استخراجه. مثلا على سبيل المثال الفوسفات اللي في منطقه ابو ترتور في الواحات الخارجه بالصحراء الغربيه، يبقى انا سواء الواحات البحريه او الواحات الخارجه دول في الصحراء الايه الغربيه. كمان المنجنيز اللي في ام بجمه في سيناء، كمان الذهب، والذهب في مصر من زمان جدا اكتشفوا الفراعنه. عندي فين؟ في منجم السكري دي بالصحراء الايه الشرقيه، ده غير طبعا البترول والغاز الطبيعي اللي اتوجدوا او موجودين في سيناء على سواحل خليج السويس، وكمان في شمال الصحراء الايه الغربيه. ويمكن انا عندي دلوقتي على سبيل المثال الخريطه اللي قدامي، اسيب مستر سامح يعلق على نفس المناطق اللي قلتها بس على الخريطه. طبعا هنعلق عليها ونقول نقطه نقطه, نقطة. طبعا معانا امنيه من القاهره. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا مستر؟ عامله ايه في الدراسات؟ كويس. عندك سؤال ولا اسالك؟ لا اسال. طيب انا ولا استاذه فوزيه؟ ها اختاري. لا لحضرتك عاوز. ماشي انا هسالك سؤال واستاذه فوزيه كمان هتسالك سؤال، عشان شكلك كده بنوته شاطره. طيب هقول لك سؤال مهم قوي. عندنا من الصناعات الحرفيه التي توجد في البيئه الصحراويه نقط ونقط. كده سؤالي بس. تاني السؤال اكمل 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 العبارات التاليه بالكلمات المناسبه. من الصناعات الحرفيه اليدويه، شوف بغششك ازاي، في البيئه الصحراويه نقط ونقط. حفظ وتعليب التمور والسجاد اليدوي. برافو عليكي، حفظ وتعليب التمور والسجاد الايه اليدوي. خدي بقى السؤال الثاني يا استاذه فوزيه. طيب انت شفتي معايا من شويه الشاشه وانا بعرض المعادن اللي موجوده في البيئه الصحراويه؟ طيب قولي لي بقى، يوجد الذهب في مناجم السكري. برافو عليكي برافو عليكي. طب انت شايفه الخريطه اللي قدامك على الشاشه؟ شايفاها دلوقتي؟ احنا عرضنا اهو. هي تلاقيها خدت راحت الاوضه الثانيه عشان تتكلم. ايوه هي شايفاها اهي. شفتي مناجم السكري في الصحراء ايه؟ الصحراء الغربيه. لا 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 الصحراء الشرقيه. الشرقيه. الشرقي. برافو عليكي. البحر الاحمر. برافو عليكي برافو عليكي. انا عايزاكي تتصلي على طول يا امنيه. حبايبنا الشطار خلي بالكم بقى من الحته دي عشان دي مهمه جدا. تعالوا استاذ فوزيه قالت لنا على المعادن اللي موجوده، بس اقول لكم على طريقه تحفظوا بيها. أيوة. يلا بسرعه معايا. حديد الواحات البحريه. أيوة. ها يلا احفظ حديد الواحات البحريه، مش هم خمسه؟ اهو حديد الواحات البحريه. تمام. فوسفات ابو طرطور. أيوة. اهو رقم اثنين. أيوة. منجنيز ام بجمه. أيوة. رقم ايه؟ ثلاثه. خلي بالك ذهب السكري، معرفش راح فين، ذهب السكري رقم أربعة، خمسة بترول خليج السويس. يلا نقولهم مع بعض تاني. والصحراء الغربية. ماشي والصحراء الغربية. تاني حديد الواحات البحرية، يلا احفظ معايا. اتنين ها فوسفات أبو طرطور، فين طرطور؟ فوسفات أبو طرطور، منجنيز أم دجمة، ذهب السكري، احفظها بدي خلي بالك، ذهب السكري في الصحراء الشرقيه، ركز كويس، وبترول خليج السويس والصحراء الغربيه. طيب. يبقى دول طبعا الاماكن والمعادن اللي موجوده عندنا في البيئه طبعا الصحراويه. وطبعا لو شفتوا على الخريطه قدامكم، هنبص مع بعض كده على الخريطه، حديد الواحات البحريه اهو. ايوه مناجم حديد اللي معموله طبعا مربع اللي في الصحراء الغربيه. ايوه هتقول بعديها ايه يا مستر؟ عندنا مناجم طبعا بتاعت الفوسفات. فوسفات ابو طرطور انا بحفظها بطريقتك اهو. اهو انا أيوة. بحفظ بطريقتك. بالظبط. فوسفات ابو طرطور. وعامل مثلث كده، عامل اهو مثلث اهو. ثلاثة. عندي منجنيز منجنيز ام بجمة. اهو. تطلع فوق استاذة فوزية بتشاور عليها في سيناء. انا شاطرة انا بطلعها. برافو. ذهب السكري. ذهب السكري اهو. الى جبال البحر الاحمر.
تمام الشرقية وعن وطبعا بترول خليج السويس في المنطقة دي والصحراء. وكمان ايه شمال الصحراء الغربية فوق على الساحل على الساحل المنطقة اللي احنا جميل طبعا ترمزنا شطار دي اهم المعادن اللي موجودة عندنا ولو جالك في الامتحان سؤال يقول لك مثلا يعني على الخريطة يقول لك رقم واحد ويجيب لك نقطة يحط واحد دي مثلا على ابو طرطور يقول لك منجم للفوسفات منجم للمنجنيز وحطها عند سيناء منجم مثلا لاستخراج الحديد وحطها عند الواحات البحرية فطبعا لازم تكون مركز قوي وتحفظها وتفهمها كويس جدا طيب استاذة فوزية احنا عندنا معلومة إسرائيلية بتتكلم عن مجموعة من الصخور طب ممكن نتكلم عنها الصخور في مصر يعني موجودة بأشكال متعددة وبكميات كبيرة وفي نفس الوقت ليها أهمية اقتصادية كتيرة جدا لأنها تستخدم سواء في البناء أو في الزينة أو في السيراميك وطبعا احنا عارفين عندنا أشكال مختلفة من السيراميك على سبيل المثال من أنواع الأحجار اللي عندنا الحجر الجيري اللي استخدم في بناء الأهرامات وكمان معظم المباني التاريخية وطبعا بسبب صلابة الأحجار المصرية وأنواعها الجيدة بقيت هذه البنايات العظيمة اللي بتدل على الحضارة المصرية حتى الآن تمام وعندي برضو معلومه ثانيه سيبقى حضرتك تتكلم عنها وهي ارض سينا حبيبتي سينا جميله طبعا ارض الفيروز وفيها طبعا جبل موسى اللي طبعا كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام على هذا الجبل الجميل وطبعا انزل عليه الوصايا العشر وفي كمان دير يعني عايز اقول لكم انا هتجنن واروح ازور الدير ده دير سانت كاترين حاجه عظيمه جدا دير موجود في بطن الجبل هناك وطبعا في كثير طبعا في سيناء من الاثار الاسلاميه وطبعا مسار رحله العائله المقدسه طيب نشوف مع بعض اخر نقطه تلميذنا شطار وهي بتتكلم عن السياحه طيب احنا قلنا ان في البيئه الزراعيه في هناك مناطق سياحيه طبعا هنتكلم كمان شوية ايضا او ان شاء الله الحلقات القادمة عن البيئة الساحلية وهنعرف طبعا المناطق الساحلية اللي هي بتمتاز بسياحة الشواطئ ولكن النهاردة هنتكلم عن السياحة في البيئة الصحراوية طيب اول ما اقول السياحة في البيئة الصحراوية هسأل سؤال هقول ايه ايه الحاجات اللي موجودة جوه البيئة الصحراوية خلي بالك يحرص السياح والناس طبعا اللي موجودين في مصر اللي هي السياحة الداخلية ان هم يروحوا يزوروها نقول السؤال تاني ايه الحاجات اللي هي الاماكن السياحية الاماكن الترفيهية الاماكن او السياحة البيئية ايه الحاجات اللي موجودة هناك بتخلي السياح يعني يسيبوا بقى الفنادق بقى ويسيبوا القصور اللي عايشين فيها والفيلر والبيوت ويروحوا عشان يستمتعوا بهذه الاماكن ويتفرجوا عليها طيب تعالوا نشوف مع بعض اول نقطة موجودة عندنا قال ان البيئة الصحراوية خلي بالكو مليئة بالنباتات والحيوانات والطيور النادرة زي الحيوانات اللي موجودة ايه الكبش الجبلي خلي بالكو طيب دي رقم واحد يبقى عندنا نباتات وحيوانات كتيرة جدا تمام موجودة هناك في البيئة الصحراوية طيب اتنين المناظر الخلابة جميل المناظر الجميلة زي ما حضرتك قلت لما رحت سياحة السفاري على سبيل المثال وقلت انك شفت مشاهد جميلة جدا المناظر الخلابة دي هي اللي بتجذب السياح ان تروحها على سبيل المثال الصحراء البيضاء اللي موجودة في واحد الايه الفرق. دي تحفة طبعا دي تحفة اشكال الرياح وهي بتنحت في الصخور وتعمل اشكال جميلة جدا انا جايبة صورة لما نخلص النقاط تشوفها عند حاجة اسمها مائدة صحراوية موائد الصحراوية في ناس كتير ايوه نعرف ناس كتير جدا بيحرصوا كل سنة ان هم يروحوا يشوفوا الصحراء البيضاء اللي هي موجودة هناك في هذه الواحدة طيب في كمان المزارات بقى السياحيه زي ما حضرتك قلت المعلومه من شويه الاسرائيليه اللي هو دير سانت كاترين تمام كده دير سانت كاترين هناك في سيناء وجبل موسى حيث السياحه الايه الدينيه طيب. ده بالاضافه للمنشات جميل احنا عندنا منشات طبعا سياحيه طبعا زي ما انتم شايفين على الشاشه الفنادق والمخيمات والقرى والمنتجعات السياحيه اللي موجوده هناك تعالوا نبص مع بعض كده بسرعه على اهم الصور ايوه طبعا جايب لكم صور جميله الجبلي اهو وادي الصحراء البيضاء بالفرخه دي اسمها الموائد الصحراويه اللي بتنحتها الرياح بص ده نحت الرياح في كمان عندي دير الانبا انطونيوس وده فندق من الفنادق اللي بتشجع السياحه زي الفندق اللي موجود بالواحات الايه البحريه يعني في فنادق كتير موجوده في هذه المناطق طيب تلميذنا شطار احنا كنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده
تناولنا درس مهم وهو بيتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله درس مهم جدا، تابعونا كل يوم 4 الساعة 3:30 بإذن الله على قناتكم المفضلة مصر التعليمية. بشكر جدا أستاذة فوزية إبراهيم على وجودها النهاردة معايا. شكرا أستاذة فوزية. ألف شكر، وأنا كنت سعيدة بالحلقة وسعيدة بكل الأولاد اللي اتصلوا بينا. تلاميذنا شطار مستنيين كل حلقة جاية تكلمونا وتقولوا لنا الأسئلة طبعا في التاريخ، هنتكلم إن شاء الله المرة الجاية عن التاريخ. مستنيينكم تكلمونا، وبنشكركم إن أنتوا كلمتونا النهاردة، وبنتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بدرسنا النهاردة في فرع جغرافيا. بشكركم جدا وأشكر جميع أفراد طبعا طاقم العمل اللي جاب لنا فيديوهات كتيرة جدا النهاردة. بشكركم جدا ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وإلى اللقاء.